السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي الأعزاء، سنتمم في هذه الحصة ما هو الفعل حتى يتمكن لأي مبتدئ أن يدرك معنى الفعل، لأن المؤسف أننا لا نعلم أبناءنا أصول الكلمات. يجب أن يتذوق التلميذ مفهوم الفعل، فحينما يسمع أكل أو نظف أو مشى وقف سافر جلس رسم غسل رفع يديه، يجب أن يدرك التلميذ أن هذه الكلمات أو حينما يطلب منه أن يستخرج فعلا في نص أو في جملة أو أن يسطر عليه، أن يتذوق الكلمة يفهمها. يكذب عليك من يقول أن اللغة العربية حفظ قواعد، إنما هي تذوق. بعدها ممكن أن يحفظ القاعدة إن شاء، لكن عليه أن يدرك معانيها، أن يفهمها، أن يفهم ما معنى أكل. حقا سيدرك أن أكل أي أنه وضع الطعام في فمه ومضغه ثم مشى من حنجرته إلى معدته الأكل. لكن هو ككلمة أكل، 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 ككلمة. لقد قيل له أن هذه الكلمة هي فعل، لكن ما هو الفعل؟ يجب أن يسأل نفسه، أن يطرح هذا السؤال على نفسه. إذا كانت أكل فعل، ما معنى الفعل؟ الفعل هو كل ما نقوم به، لأن أكل قمت بفعل الأكل. أنا أكل، أنا أكل بيدي أو بالملقى أو بالفرشاة أو بالسكين، لا يهم، أنني أكل. العملية التي أقوم بها هي أكل. إذا أكل فعل، لأن هذه الكلمة المكونة من الهمزة والكاف واللام هي تعني أنني فعلت شيئا ما. ماذا فعلت؟ أكلت. ما يسرع على أكل يسرع على باقي الأفعال. حياتنا اليومية منذ أن نستيقظ في الصباح الباكر هي أفعال. استيقظت من النوم على الساعة 7 صباحا، ذهبت إلى المغسلة، غسلت يدي، فعل غسلة. سأعيد حتى يدرك التلميذ، خصوصا في الابتدائي في السنوات الأولى، في المستوى الأول والثاني، عليه أن يدرك على أن الفعل هو ذلك الشيء الذي يقوم به، ليكبر معه المفهوم اللغوي. أكل، أن تحكي له، أن تسأله، احكي لنا. نبيل تفضل إلى السبورة، هند تعالي، احكي لنا ماذا تفعلين منذ أن استيقظت من نومك، لتدرك على أن كل ما نقوم به أفعال. استيقظت من النوم، فعل استيقظ. ذهبت إلى المغسلة، فعل ذهب. غسلت يدي بالماء والصابون، فعل غسل. نشفت يدي بالفوطة أو المنشفة، نشفة. نظفت أسناني بالفرشاة والسنون، فعل نظفها. ثم توجهت، فعل توجه. ثم توجهت نحو أمي. قبلت والدي، فعل قبل. ثم جلست على مائدة الإفطار، فعل جلس. تناولت الفطور، فعل تناول.
حملت محفظتي على ظهري فعل حمل، ودعت والدي فعل ودعا، هبطت الدرج فعل هبط، سرت على الرصيف فعل سار، وصلت إلى المدرسة فعل وصل، دخلت من الباب الكبير فعل دخل، وقفت في الساحة فعل وقف، حييت العلم فعل حيا، صعدت الدرج أو السلاليم فعل صعد، استقبلتني المعلمة بابتسامة عريضة فعل استقبل، دخلت الفصل فعل دخل، جلست على الطاولة فعل جلس، نظرت إلى معلمتي الجديدة فعل نظر، بدأت أستاذتي تشرح لي فعل شرح، انتبهت إليها جيدا فعل انتبه، منحتنا وسجلت منح مسجلة على سجلت على السبورة اللوازم المدرسية لهذه السنة، سجل كتبتها تلك اللوازم على مذكرتي كتابة، شرحت لنا أشياء كثيرة سنقوم بها عدة قواعد وقوانين داخل الفصل يجب أن نحترمها، مشروع القسم شرح، دربتنا على احترام الآخرين دربا، سألت صديقي الذي بجانبي ما اسمك فعل سأل، تعرفت عليه فعل تعرف، دق جرس فخرجنا فعل دق وخرج، إذن يجب أن يدرك التلميذ من خلال هذه الأمثلة أن يلامس ما هو الفعل ليفهم على أن الفعل كلمة تدل على حدث، هذا الحدث مقترن بزمن، شنو الزمن؟ يقدر يكون فعل ماض يعني شيء فعل كما قلت في الحصة الماضية، قد يأتي مضارع الآن مستمر الحاضر، وقد يأتي أمر طلب، حينما نعود التلميذ على أن يلمس اللغة بواقعه المعيش بما يجول حوله سيعلم مدى جمالية اللغة العربية وسهولتها حتى لا تبدو معقدة، اللغة العربية لا تعطى شفويا إنما يجب أن تلمس، ليس من خلال سطر جمل سطر على الفعل، يجب أن يدرك وهو ينسج موضوعا، ينسج إنشاء بسيطا شفويا أولا حسب مستواه، إن منحني طفلا ما تلميذا ما جملتين بسيطتين وضغ فيها ما يقوم به هناك أعلم أنه أدرك ما معنى الفعل، نأتي إلى الزمن يجب أن أعلمه ما معنى الماضي، ما معنى ماضي؟ أن أحكي له حكاية، كان في قديم الزمان ملك شجاع يحب شعبه ويدافع من أجل حرية وطنه، وفي يوم من الأيام هجم عليه العدو، فكان الملك الشجاع محصنا بجنود أوفياء أقوياء مقاومون، يجب أن أعطي أمثلة، إن قلت ماضي أنسج تركيبا بسيطا شفويا، إن كان في المستويات الأولى شفويا لأن التلميذ بعد لم يدرك المفهوم الزمن، تعطى له الظاهرة شفويا من خلال تمثيلية من خلال نشي من خلال حكايات، حينما ينتقل إلى مستوى أرقى ثالث أو الرابع ننتقل إلى نصوص حسب مستوى جملة لا تتعدى كلمتين أو ثلاثة كلمات، وفي وسط السنة
فقرة بسيطة لا تتعدى سطرين. حينما ينتقل إلى مستوى آخر يبدأ المفهوم يتسع في عقله ويدرك ويلمس معاني اللغة. إذن حتى الزمن ليس سهلا أن نتعامل معه. على التلميذ أن يدرك ما معنى الماضي، شيء فات، بسردك لأحداث وحكايات مضت. يمكن لك أن تطلب منه: تحدث لي عن العطلة الصيفية، أين قضيت عطلتك الصيفية؟ أما إذا أردت أن تدرب على المضارع الحاضر، ما رأيك في مدرستك؟ سيستخدم أفعال في الحاضر. أما إن أردت أن تقدم له مفهوم فعل الأمر، أن تأمره: اجلس، اقترب، انتبه. يجب أن نوظف، أن نمارس الأفعال ليدركها التلميذ منذ صغره معه تكبر. فحينما يصل إلى مستوى معين يفرق بين الكلمات، يقول: هذه أفعال نقوم بها. إذن فعل إن كانت معرفة هي اسم، لأن الاسم هو الذي تتصل به ال، وفيه تنوين محمد، الولد ولد، ويقدر يكون في أسماء إشارة أو ياء النداء أو أسماء موصولة. أما الفعل كندير لي بعد الضمائر، بحال قد أفلح المؤمنون، ها؟ والاسم نقدر ندير لي حروف الجر، الباء والعاء والإلى، وحتى أو أو لي. حكي نعلم بأدلة، بأمثلة من يلمسها. إذا الفعل هو كل ما نقوم به، وهو متحرك. الفعل يتحرك، ينتقل من زمن الماضي، وقد يأتي مضارع، وقد يأتي أمر، وينتقل مني إليك، أنا، أنت، أنت، أنتما، أنتم، كلنا سواء حاضرين أو غائبين نقوم بهذه الأفعال لأننا نتحرك. لكن الاسم يبقى جامد، سبورة لا يمكن أن تخدعها للزمن، مصباح لا يمكن أن تخدعه للزمن، لكنه يدل على شيء معين إلى آخره. هذا الفعل هو لازم ومتعدي. ما معنى متعدي؟ أي يتعداه. مثلا: أكل الولد التفاح. هذه جمل بسيطة كنتعلمو مع تلاميذ بديل الثالث والرابع والخامس. أكل الولد التفاحة. كتب محمد رسالة. قرأت قصة. سافرت سفرا رائعا. جمل فعلية. هذه كل الجمل الفعلية التي قدمتها سواء كانت في الماضي أو في المضارع هي متعدية، لأن فيها المفعول به. قرأت قصة، كتبت رسالة، رسمت لوحة، نظفت البهوة، أتفرج على التلفاز. أتفرج، واش هي متعدية ولا لا؟ أتفرج على التلفاز لازمة، محتاجاتش لأتفرج ربع المضارع. وأنا الفاعل هنا جاء ضمير مستتر تقديره أنا، لكي أفرق ما بين اللازم والمتعدي. أن اللازم يكتفي بالفاعل. ما معنى يكتفي بالفاعل؟ فيه جوج كلمات، يقدر يجي حرف جر. مثلا: نام الطفل على السرير، طار العصفور، حلق العصفور، يعني خرج الأب. لاحظوا نعطيكم واحد اللعيبة، خلوهم لازم دائما فعل فاعل وحده حرف جر، ولا فوق أو تحت أو مفعول به، ما يكونش فيه مفعول به. إذا كان فيه مفعول به ماشي لازم متعدي. لاحظوا معايا نعاودها: اللازم يكتفي بالفعل والفاعل فقط. شوفوا معايا: نام الولد، نام، نجي ربما انا ما كنتش كاتبه، كتبها لكم هنا: نام الولد. شوفوا معايا: نام فعل ماضي مبني على الفتح، الولد فاعل مرفوع، مفهومه. حتى لو بغيت نكمل جمله ما كملتش مفعول به: نام الولد فوق السرير،
سهل ما عطيتش مفعول به، لان دائما في اللازم ما كيكونش مفعول به، كيكون حدا الفاعل حرف جر او اي اداه اخرى الا المفعول به، لان المفعول به كيكون في المتعدي. ما معنى المتعدي؟ اي تخطى الفعل المتعدي، تخطى الفاعل الى المفعول به، يقدر يكون جوج ولا ثلاثه. اذا الفرق ما بين اللازم والمتعدي ان اللازم يكتفي بالفاعل فقط، نام الولد، طار العصفور، العصفور صح، كيكون فيه فعل وفاعل، لكن لازم فيه مفعول به. اكلت التفاحه، اكل فعل ماضي مبني على السكون، تو ضمير متصل، التاء متحركه في محل رفع الفاعل. التفاحه مفعول به. قرات القصه، قرأت فعل ماض مبني على السكون، تو ضمير متصل أنظر بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل بمحل رفع الفاعل. القصة مفعول به. هذا هو اللازم والمتعدي. نشوفوا الصحيح. يا في المساحات سهلية. بسم الله الحمد لله الحمد لله، بدأت مسحة شوية هكا شي مجهول، سمحوا لي وليداتي باش نشرح لكم هنايا احسن، يمكن ربما تكون هذه بعيده، نقدر نقرب انا الحمد لله. واخا نشوفوا هذا الفعل، هذا اللي هو حدث يقع في زمن معين، اما ماضي واما مضارع واما امر، قد ياتي لازما، واللازم هو الذي يكتفي بالفاعل فقط، وقد ياتي متعديا، والمتعدي هو الذي يتعدى الفاعل، يتخطاه الى مفعول به. حسن، هذا الفعل هو صحيح معتل. ما معنى الصحيح؟ الصحيح هو الفعل الخالي من حروف العلة. ما هو الصحيح؟ الصحيح هو الفعل الخالي من حروف العلة، هذا هو الفعل الصحيح. اذا كيف ان الفاعل لازم متعدي، يقدر يجيني صحيح حسن، ويقدر يجيني معتل. معتل، ما معنى الصحيح؟ صحيح هو الفعل اللي ما فيش احد حروف العلة، هذا هو فعل صحيح. ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح ما فيه لا واو لا الف لا لا، هذا الفعل الصحيح، لان المعتل هي العلة والعلة هي المرض. هذا فعل معتل كنلقاو فيه يا اما واو يا اما الف يا اما لا، هذا فعل صحيح خالي من حروف العلة. هذا المعتل فيه حروف العلة. نعطيكم مثال، وبعدين قبل ما نعطيو فعل صحيح، فعل دوك الصحيح اللي ماشي مريض، ما فيه لا واو لا ألف لا ياء، ما فيه لا واو لا ألف لا ياء، هذا هو الفعل الصحيح. راه أنواع، لاحظوا معايا أن الفعل الصحيح أنواع. واخا هذا الصحيح اللي ما فيش حروف العلة راهو يقدر يجيني سالم، اش يقدر يجيني سالم، ويقدر يجيني مهموس، ويقدر يجيني مضاعف، شي مضاعف، شي هذا الصحيح، هذا الفعل الصحيح هذا صحيح، ما فيش لا واو لا الف لا ياء، ما فيش، راهو يا اما سالم يا اما مهموس يا اما مضاعف. شنو هو السالم؟ هو ما هو مهموس ما هو مضاعف. مثال كتب، شوفوا معايا كتب، ما فيها لا همزه راه ماشي حروف العله، لا هذه الهمزه هذيك القبع همزه قطع، هذا السالم ما فيه لا همزه قطع لا في الاول لا في الوسط، حروفه صحيحة سليمة من الهمزة من التضعيف، والتضعيف هو الشدة، هو الشدة. ها حنا دابا نشرحو، دابا غنعاود شنو هو السالم. السالم هو واحد الفعل ما فيش همزة، القبعة ما فيش هاد، سواء تكون هنا ولا تكون هنا ولا تكون عليا، المهم ما فيش الهمزة، المهم ما فيش الهمزة، هذا هو السالم. شنو هو السالم؟ هو اللي ما فيش الهمزة وما فيش التضعيف. حسن،
شنو هو السالب؟ هو اللي ما فيش الهمزه وما فيش التضعيف. تضعيف بحال شده مده الى اخره، فر الى اخره، فك الى اخره، مره الى اخره. هذا هو، هذا هو المضاعف. السالم ما فيش شده وما فيش همزه. هيا الامثله للسالم: كتب، خرج، غسل، شرب. هذه كلها سالمه، ما فيها لا همزه لا تضعيف. المهموس هو اللي فيه الهمزه. اسمحوا لي السبوره تجري على الكل، ما تمسحش، بغيتي تمسح لي هادشي ولا نشرح لكم مزيان؟ هتبغاش كي ماشي تمسح لي بيتي، اعتذر. ها غادي نبقى نشوفو كاين شي حتى شي حاجه تنشل الكل كده يعني حسن. اذا الصحيح انواع، الصحيح انواع. اليوم هنا سالم هذا الصحيح. شنو هو الصحيح؟ ما فيه لا واو ولا الف لا ياء. هذا صحيح هو ثلاثه انواع: سالم، مهموس، مضاعف. مثال السالم: دخل، دخل، طعوه يا دخل، خرج. مهموس: اكل، وحتى سأل، وحتى قرأ. الهمزه كانت في اوله او وسط او اخره كتسمى مهموس. سالم ما فيه لا هذه لا هذه، نت. المضاعف هي مثلا شد، مد، ها الشده هذه، فر، فك، فك. هذا هو المضاعف. ما معنى المضاعف؟ هو الذي يفك ادغامه الى حرفين توأمين متشابهين كنقولوا لهم مضاعف. هذا الصحيح. والمعتل هو اللي فيه حروف العلة. ما هو المعتل؟ المعتل هو اللي فيه حروف العلة. كيف قلت لكم شنو هي حروف العلة؟ خاصنا نكتبوها بوحده ومابقاوش نمسحوها باش نبقاو عاقلين عليها. حسن. إذا الصحيح هو الخالي من حروف العلة، بينما المضاعف هو اللي فيه حروف العلة. ها هذا المعتل. المعتل يقدر يكون فيه الواو، يقدر يكون فيه الالف، يقدر يكون فيه الياء. هذا معتل. الصحيح ما فيش، والصحيح يكون سالم ومهموس ومضاعف. السالم هو ما مهموس ما مضاعف، والمهموس هو اللي فيه همزه في الاول او الوسط او في الاخر، والمضاعف هو اللي فيه شده ويفك ادغامه. نشو المعتل؟ المعتل هو اللي فيه حرف علة، اما الواو واما الالف واما الياء، وهو انواع. اولها ناخذ مثال، هذا نوع من انواع المعتل: الناقص، الناقص، الاجوف، واللفيف. واللفيف، هذا اللفيف على جوج، عدي مفروق، لفيف مفروق، ولفيف مقرون. ها انا نشرح لكم كيفاش. ما معنى مثال؟ مثال هو فعل معتل. ما معنى مثال؟ هو فعل معتل. ما معنى فعل معتل؟ به احد حروف العله. هذا المثال هو ما كان فاؤه حرف عله. المثال هذا هو فعل. المثال ما كان فاؤه حرف العله، تقدر تكون واو بحال وتب، يعني قفز، وتب. دابا هذا مثال. وقف، وقف، هذا مثال. وصل، وصل، هذا مثال. علاش؟ لان به حرف عله، به حرف عله. ما هو المثال؟ المثال هو ما كان اوله حرف عله. نمشوا للناقص. سأعيد باش تبقى عندكم. شوفوا معايا: المعتل
هو الفعل الذي يوجد به حرف علة. حروف العلة ثلاث، شنو هي؟ واو والألف والياء، هذه وهذه وهذه. هو تهو أنواع، عندي مثال شرحت لكم. هو ما كان فاؤه حرف علة، هو الواو مثلا، وقف مثال وقف. ها أنا عندي، واش كتشوفوا ولا ما كتشوفوش؟ ها أنا عندي الواو، وقف عندي الواو. هنا هذا حرف معتل، نوعه المثال. عندي ناقص، ناقص ما كان آخره حرف العلة، شكا. ها هذا شكا. المثال أوله حرف العلة، فاؤه حرف علة، ناقص آخره حرف علة، آخره حرف علة، شكا، قدا، بكى إلى آخره. الأجود ما كان وسطه بحل نام، ها هو حرف العلة، نام نام، ها ها هو الوسط. الأجود هو ما كان وسطه عينه حرف علة، ها هي نام، نام، صام، ها بزاف، نالا نالا. فيما تبان لكم شي ألف الوسط ماشي فيها القبع، عرفوا بأنه أجود. لفيف المقروء، لفيف لفيف هو لفيف ككل، جينا ربما باش تشوفوا اللفيف. اللفيف نوعان، مفروق. ما معنى مفروق؟ كل فعل كاين في الأول ديالو وفي الأخر ديالو حرف علة، مفروق. بحالاش بحالاش مفروق؟ وعاء، ها وعاء، ها هو الواو، ها هو حروف العلة، هذا هو المفروق وعاء. أما المقرون، مقرون كنقولوا شواء، ها هو مقرون. المفروق هو الحرف سليم الوسط ولكن أوله به علة وتأخره بعلة، هذا المفروق، أول حرف علة وآخره حرف علة. بينما المقرون كيجو العين واللا حرف علة بحال شوا، طاوى، نوى. إلى هنا أودعكم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله باش ندير لكم التطبيقات. وشكرا، ومن فضلكم ديروا لي أبوني ولايك، دعموني من فضلكم حتى بكم نتوما يا وبحبكم نتوما نجح هذا القناة. الجمهور والمتتبع هو اللي كينجح القناة وكينجح صاحبة. وخا مسكين يبغي يدير مجهود، إلا ما كانش عنده واحد الجمهور كيحبو وكيدعمو وكيشجعو ما عمرو ينجح. وأنا الهدف ديالي بالدرجة الأولى والله شاهد على ذلك أنني نعطيكم المعلومة وفي نفس الوقت نحس بأنني عندي هدف أعيش من أجله. الإنسان اللي ما عندوش أهداف في حياته هو كالريشة في مهب الريح. الإنسان حتكون عنده أهداف وأهداف نبيلة، ويكون عنده مبادئ، ويكون خلق ومربي، وما يكونش مغرور، ويكون متواضع، ويكون متعاون. ولا ما قدرش يتعاون مع الآخرين، على الأقل يقول كلمة طيبة لتكتب له حسنة عند الله سبحانه وتعالى. إلى اللقاء.